بعدين بلو طبعا جاي على اسمه راح سؤال بالنسبه للايه؟ بلوك ايه ده؟ اللي هو موجود على الارض ما قدامش غير حاجه واحده بس يقدر يتحرك بيها اللي هي العجله التسويه. لان موجود على الارض مهما اثرت عليه من قوه مسموح ليه بس ان هو يتحرك في الاتجاه ده. دي العجله بتاعته. تمام؟ تعال بقى للبي اللي هو ده. اول حاجه هتلاقي ان هو نازل كده بعجله. اسمها عجله البي بالنسبه للبي. ليه؟ لان دلوقتي بقى في جسم بيتحرك، هو نازل الجسم اللي تحته بيتحرك بعجله. خلاص؟ في نفس الوقت في عجله هنا كده اسمها ايه؟ ده انت هتختار على الاختيار اللي هو ايه؟ تبقى الاختيار بتاعت الصوت اللي حد واحد اتضايق في البتاع ده. طبعا ده كده اختار ايه؟ شيء ما عشانش ايه؟ 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 عشان نلعب التنين. عشان نلعب التنين. بس انا اخطف فيه. فاكر لما كنا احنا في المباراة هنا في مسألة الألعاب جبنا الكيس اللي على مستوى واحد فخدنا القوس طلعنا حط التنين اللي وراه بي 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 معايا ولا لا؟ هنا هيبقى حط هنا مين؟ ده هيبقى في مين؟ مين؟ ده في مين؟ مين طيب اول سؤال عايز العجله بتاعتك ايه؟ وعايز رد الفعل الكلام ده كله تعالى بقى نحلها بقى حل على خاص بالبلوك راح يقول ايه؟ بلوك ايه؟ بي بلوك بي عايز احط بقى القوه اللي بتاثر على الجسم خلاص حسبت العجله ايه؟ هتختار الاتجاه الموجب بتاعك الحركه زي ما انت عايز تختار هتختار الفرص اللي هتعرف مثلا ده الاتجاه الموجب اكس والعمود على الاخضر ده الاتجاه الموجب طيب القوه اللي بتاثر على الجسم أول حاجة هو الوزن بتاع اليمين. ده اليمين. كده رد فعل الجاي على اليمين. هتسميه ار بي. رد فعل الجاي على اليمين هتسميه ار بي. طبعا مفيش احتكار. حاجة تانية كده كده طيب ده كده هحتاج ان هو يتحلل. اديك الزاوية دي كده 45 بدأ يتحلل زي كده دبليو اي زي 45 دبليو اي ساين 45 ماشي؟ طيب بالنسبه للعجلات العجله دي هتمشي ماليش دعوه فيها كده كده موجوده في تحت مين اللي هيحلل؟ ده 45 يبقى هو 45 يبقى في عجله هنا عباره عن اي اي وزي 45 او 45 في عجله هنا اسمها الاي اي وزي 45 المرسوم بالاسود اللي هو العجلات اثبات العجلات المرسوم بالازرق هو عباره عن فورس سبشن الفورس اتجاه الاكس بيساوي ام بي في الايه؟ اللي احنا بنسميها في الاكس. مين القوة اللي في اتجاه الاكس؟ مين اللي نازل هنا؟ دبليو بي ساين 45 بيساوي أول حاجة في العجلات، العجلة دي هي عبارة عن ام بي في الاي بي بالنسبة للاي. ده مش هنا ولا سالب؟ سالب ام بي في الاي اي وزي 45. اديك الدبليو بي 38 ده 38 في 1 على جذر 2 بيساوي ام بي 38 اللي هي 3.8 من 10 3 دي اسمها ايه؟ ما تسمهاش على 9.8 في الاي بي بالنسبه للاي ناقص 3.8 من 10 في الاي اي في 1 على جذر 2 وقفل عليها بدل القوس وسميها 4.10 ده في اتجاه الاكس طب تعالى في اتجاه الراس فمشن باور في اتجاه الواي بيساوي ام بي في الاي مين القوة في اتجاه الراس؟ انت خدت اتجاه الميجا من الراس فوق يبقى ار بي ناقص دبليو بي كام؟ وزن 45 بيساوي مين العجلة اللي في اتجاه الراس؟ عجلة مين؟ سالب خلاص كده يبقى الحاجة هنا في البيت سالب ام بي بالاي اي ساين 45 باشمهندس احنا لما بنيجي نحسب الكتلة في العجلة والقوة ده بيبقى موجب لا شوف انت محدد مركبة العجلة هنا في اتجاه ايه؟ اتجاه السالب؟ يبقى عندك ار بي ناقص 38 في 1 على جذر 2
بيساوي سالب 3.81 1 على جذر 2 في ايه؟ ايه اللي معايا الكلام ده على البلوك ده؟ مين الكل بتأثر عليه؟ مين العجلة؟ مفيش غير العجلة اللي موجودة عندك، وده الاتجاه اللي ممكن تشتغل. ها؟ وزنه. رد فعل مين على مين؟ جه على ايه اهو؟ ده هو نفسه ده بس عكس الاتجاه، رد فعل ده هو نفس رد فعل. مش كده؟ ورد فعل مين؟ الأرض. الجسم تحت اصلا كام رد فعل؟ واحد بيساوي السطح اللي فوق، واحد بيساوي السطح اللي تحت. السطح اللي تحت هو في رد الفعل بتاعه ايه؟ خاص. طب فين رد الفعل الراسي؟ اسمه قد ايه؟ شيء تعمل المحور بتاعتك ادي نحو الرزق الافقي وادي نحو الرزق. مين اللي فيه حركه؟ وطالما الزاوية عندك 45 يبقى كل اللي مال عندك مال زاوية 45، مش هتفرق معايا بقى. يعني هحط هنا كام؟ 45. حد كلمة مين سبميشن بلوك كده؟ بلوك ايه؟ سبميشن قوة في اتجاه الواي تساوي سبميشن. مين القوة في اتجاه الواي؟ ار ايه؟ ناقص ار بي كوزين 45. ار ايه؟ ناقص ار بي كوزين 45 ناقص الدبل يساوي صفر. يبقى ار ايه؟ ناقص ار بي 1 على جذر 2 ناقص الدبل دول الاربعة يساوي صفر. دي معاه حركة تعالى بقى الاتجاه اللي فيه حركة بقى بتاعت ايه؟ سبشن فورس بيساوي ام ايه في العجلة؟ مين القوة في اتجاه الحركة؟ مش عندي غير فورس واحدة بس هي مين؟ ده كده بنتكلم عبارة عن مين؟ ار بي ساين 45 بيساوي ام ايه في ايه؟ يعني ار بي 1 على جذر 2 بيساوي 4/10 ايه؟ بقول هنا مين؟ بص وهنا ار بي مع مين؟ ار بي مع ايه ايه بس؟ وهنا ار بي مع مين؟ حل مع بعض، يعني 2 مع 4 تطلع لك ار بي وايه؟ طلعت ار بي طلعت ار بي وايه؟ على طول هنا هات مين؟ ليه بي بالنسبه لايه؟ تعالى بقى نشتغل بالاستدارات بس عشان تطلع لك الماضي بتاعتك. أول حاجة طالب منك إيه؟ لما تشوفيه بالـ AA عجلة الـ AA هتساوي نص اللي هو الاختيار دي. طب كده عندك الورق علم على دي عشان تروح منتخب الأرقام دول يبقى دي نص. عايز كلمة رد الفعل بتقول الـ B والـ A ما بين الـ B والـ A اللي هو R B ولا R A؟ R B R B 2.68 اللي هو 2 جذر 2 2.68 عايز لما يساوي 39.9 بس هو على كده عايز